صالح الحيمة ومع أفراد الفريق الهلالي وبادرة طيبة الحقيقة. أنا شايف أن الهلال يقدم كل منهم باقة ورد إلى زميله في نادي النصر. ما أروع هذه الصورة الحقيقة وما أجملها في ملاعبنا، هذا التنافس العميق والقوي جدا والمثير بين أقوى أو اثنين من أقوى أندية المملكة. وفي هذا إذن عن هذه الحساسية وهذا التأثير نجد شباب ونجوم الهلال الحقيقة يقدمون إلى زملائهم في مصر تحية الفوز وتقدير الفوز في هذه الباقة من كل أمامية. نحيف ماجد بدأ مطر الزاء نشوف. ودقيقة 34 باقي 11 دقيقة، كرة عالية تلعب الراس وتكمل وفي المرمى. اوه اوه تكميلة من سعيد القحطاني. اوه النصر الثاني، شوف راح نشوف اللي جابه، راح نشوف اللي جابه. لعبة حلوة، لعبة حلوة القحطاني القحطاني القحطاني. ومن خلال ايضا هذا القحطاني ظهر معك في الشاشة، شوف من خلال ضربة ركنية اللعبت عالية، شوف اللعبت وتحقق راس عدد توصل للقحطاني اللي كملها وحاول يخلصها لكن داخل الملعب. نص الملعب ماني شايف الحقيقة،